بهدف توعية المواطنين حول أهمية الحفاظ على السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات، قام تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد بتنصيب عدد من الشباب الناشطين في نشر ثقافة السلام وانتدابهم في مختلف دوائر العاصمة أنجمينا. الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد قال إن التحالف يسعى من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الهدف يخلي الأكتيفيست دول يمشي يدخل في أي مجال، كان في أسواق، كان في مدارس، كان في شواري، لأي مواطن كان لغوته تقدر تهج مايا كيف نحافظ للعافية عليهم كان إيشوا وكيف نخدمه كل كسوة للعافية عليهم أن ساكن فوقا نقدر نحافظ له. أنت تهيب بلدك تهيب عليهم هليتك أي واي قاية خطة فاقو لكن نخدمه ليشان نعيش في العافية. إن الشباب الذين تم تدريبهم من قبل تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد سيساهمون في توعية الطبقات المجتمعية من أجل نشر ثقافة السلام والعيش المشترك.